اهلا بكم في هذا الفيديو اللي راح نشرح من خلاله كيفية رسم الكاركتر. طبعا الكاركتر او الشخصيات الفكاهية مهمة جدا، يجب على كل رسام او مبتدئ الرسم يجب ان يتعلم رسم هذه الشخصيات لان تحفز عنده نمو التعلم للرسم، وبالتالي راح يستطيع التخيل ورسم شخصيات اخرى. ايضا ان الكاركتر رسمها سهل جدا، وطبعا تنشأ في الغالب من خلال الأشكال الهندسية، الدائرة أو المثلث أو المربع مثل ما راح نشوف الآن. الآن راح نجي نرسم دائرة. طبعا الدائرة تكون بهذه الطريقة، وطبعا نرسم خط زائد هذا الشكل بالربع الأعلى أو الثلث الأعلى للدائرة. هذا الخط الزائد راح يكون محور للعينان والأنف والفم. طبعا نرسم دائرة أخرى بهذا الشكل، دائرة أخرى بهذا الشكل. طبعا هذا راح يكون الحاجب الأول والحاجب الثاني، أيضا راح يكون الأنف بهذا الشكل، وطبعا راح يكون الفم بهذه الطريقة. الآن راح نرسم شكل مربع هذا الشكل. طبعا وأيضا راح نرسم خط، هذا الخط راح يكون هو الخط الوهمي لمحور العيون، وطبعا محور راح يكون الأنف، وبهذه الطريقة راح يكون الفم. الآن راح نرسم شكل مثلث بهذه الطريقة، أيضا راح يكون عندنا خط بالثلث الأسفل، أيضا دائرة للعيون دائرتين بهذا الشكل، وطبعا عندنا هنا الفم والأنف. الآن مثلث راح يكون مقلوب بهذه الطريقة، هذا الشكل ايضا راح يكون عندنا يعني محور للعيون بهذا الشكل، وطبعا راح يكون عندنا هنا الفم وهنا الانف. مثل ما نلاحظ طبعا كلها اشكال هندسية سهلة وبسيطة تم من خلالها انشاء الكاركتر. الان نفس هذه الاشكال راح نطورها حتى نصنع كاركتر بتفاصيل أكثر. طبعا راح نستخدم قلم الرصاص لأن راح نمسح بالتفاصيل. الآن راح نجمع المربع مع الدائرة، راح نرسم شكل دائرة بهذه الطريقة مع شكل مربع ومستطيل بهذه الطريقة، وطبعا شكل المستطيل راح يكون بهذا الشكل أو المربع، وطبعا راح يكون هو نفسه هذا محور للعيون بهذه الطريقة. طيب الآن راح نطور هذا الشكل من خلال انه راح يكون هذا هو طبعا الوجه بهذا الشكل، ايضا نرسم العيون، وطبعا نرسم الحواجب هذا الشكل، الأنف، وطبعا راح يكون هذا هو الفم. أنا طبعا نرسم الأذن، وطبعا نرسم الشعر بهذه الطريقة، وطبعا نمسح. مثل ما نلاحظ أصبح عندنا كاركتر. نرسم كاركتر آخر راح يكون من دمج الدائرة مع المثلث، هذا المثلث طبعا راح يكون بهذا الشكل، هذا هو طبعا راح يكون المثلث، وطبعا هذه هي الدائرة. جيد، طبعا راح يكون هذا الخط المحور خاص بالمثلث، راح يكون لرسم العيون، وأيضا راح نطوره قليلا بهذا الشكل،
طبعا هذه الأذن الأخرى بهذا الشكل، وطبعا راح يكون هذا هو الوجه. طبعا هذه هي العين الأولى وهذه هي العين الثانية بهذا الشكل. هذا طبعا الحاجب الأول، الأنف. طبعا هنا عندنا الفم بهذا الشكل، مثل ما نلاحظ عندنا تفاصيل الأذن. طبعا أيضا راح نمسح، مثل ما نلاحظ أنه أصبح عندنا كاركتر آخر. نأخذ كاركتر آخر راح يكون المربع مع المثلث. طبعا هنا عندنا دائرة مع مربع، هنا عندنا دائرة مع مثلث، هنا راح نأخذ مربع مع مثلث بهذه الطريقة بهذا الشكل. طبعا هنا راح يكون مربع مع مثلث مثل ما نلاحظ، وايضا هذا الشكل راح نطوره بهذه الطريقة. هذا الشكل طبعا، وهنا طبعا راح يكون الأذن. وطبعا هذه هي العين الأولى، العين الثانية، وطبعا الحاجب الأول مع الحاجب الثاني بهذا الشكل. طبعا هذا راح يكون الشارب، هذه هي الطريقة طبعا. أيضا نمسح التفاصيل، نمسح خطوط الرصاص. هنا راح يكون عندنا دائرتين، طبعا هنا عندنا مربع مع مثلث، هنا راح يكون دائرتين. طبعا هذه هي دائرة وهذه دائرة أخرى، دائرتين. طيب الآن راح نجي نطور الشكل بهذه الطريقة. وطبعا راح نرسم العين الأولى مع العين الثانية، الحاجب الأول مع الحاجب الثاني. طبعا هذا الأنف، طبعا هذا هو الشعر، بهذه هي الطريقة. طبعا هذا هو الأنف أو الفم عفوا. طبعا هنا عندنا الشارب، وطبعا راح نمسح التفاصيل زائدة اللي هي تكون بقلم الرصاص. طبعا مثل ما نلاحظ انه الكاركتر مهم جدا وايضا بسيط بالرسم، يطور عندنا المخيلة بكيفية رسم اماكن الوجه باماكن معينة ومتنوعة، وايضا ينمي من مهارات الرسم. ان شاء الله راح تكون محاضرة اخرى نشرح تفاصيل الجسم مع تفاصيل أكثر دقة بالوجه. نلتقيكم بمحاضرة قادمة بإذنه تعالى.